بطرائق الإسلام الحنيف وتعاليمه وعلى هدي العترة الشريفة، تم اختتام دورة براعم الخطابة الحسينية الخامسة بتخرج 1332 فتاة عبر حفل نظمته شعبة الخطابة الحسينية في العتبة العباسية المقدسة، التي تسعى لتنشئة جيل محصن فكريا وملم بالعقيدة المباركة، وذلك على القاعة المركزية لمجمع الشيخ الكليني قدس سره. الهدف والغاية من هذه الدورات هي استثمار أوقات الطالبات في أمور تضيف لشخصياتهم، لمواهبهم لمسات تزيد من جمالية وثقة الفتاة المسلمة الموالية الشيعية، لتكون إن شاء الله متممة لمسيرة الماضين منهن. دورات جاءت لاستثمار العطلة الصيفية لبراعم من داخل كربلاء بدروس حضورية وآخرين من محافظات مختلفة بمحاضرات إلكترونية، تم تخرجهن بفعاليات احتفائية تضمنت فقرات إنشادية وشعرية وعروضا مسرحية، إلى جانب افتتاح معرض للرسوم والأشغال اليدوية. أشكر العتبة العباسية المقدسة أنه انطوني يعني دورات صيفية، هي دورة البراعم، أنا استفاد منها يعني وقت فراغي، استثمرت هاي يعني استثمار حسن، صدقة جارية، وقت فراغي هاي استفادت من هالأشياء. علمونا الأخلاق والأطوار، علمونا وعلمونا القرآن، علمونا أحكام التلاوة، وعلمونا يعني كم أشياء إحنا ما كنا مستفادين منها أصلاً، وعلمونا الصلاة. هاي العطلة الصيفية أحس هم يعني صاحبين فضل علينا أصلاً، يعني فرحة كبيرة أصلاً. استفاديت منها، تعلمت قرآن وأطوار، وتعلمت رسم، وتعلمت الصلاة، وتعلمت الإنجليزي، واستفاديت هواي من الدورة وتحجبت هنا. نشاطات فكرية وعقائدية تهدف لرعاية المواهب للناشئات وتزرع بداخلهن روح المثابرة باستخدام المناهج التربوية الملائمة لأعمارهن، وتوفر لهن بيئة توعوية، أمر اعتادت عليه شعبة الخطابة الحسينية لتبين اهتمامات العتبة العباسية المقدسة بهذه الفئة المجتمعية وزيادة رصيدهن المعرفي ليكن قادرات على تحمل المسؤوليات في المستقبل.